أهلا بكم في الحلقة الخامسة من برنامجكم المفضل سلسلة العام الجديد. هنواصل في الحلقة دي ما بدأناه في الحلقة الفاتت، عملنا بلانر للسنة الجديدة وحنكمل في الحلقة دي لحد ما نخلصه للنهاية. في الحلقة دي ما بس حنكمل البلانر، كمان حخطط معاكم لشهر يناير وحوريكم طريقة للتخطيط جميلة جدا. جهزوا كوب مشروبكم المفضل and let's get started. Best of 2024، عملت لستة مكونة من 3 حاجات تكون هي الأفضل في العام، مثلا زي أفضل 3 أماكن زرتها خلال السنة، أو أفضل 3 هدايا جاتني خلال السنة، أفضل 3 مسلسلات وأفلام اتفرجت عليها، أفضل 3 كتب، وتستمر اللستة. وممكن تضيفوا أي حاجة أنتوا عايزينها أو تبدلوا الحاجات بالحاجات اللي أنتوا بتحبوها. هايلايت هي صفحة للذكريات أو الأحداث المهمة اللي حصلت في كل شهر، لأنه نحن مع مرور الوقت بننسى الأحداث والحاجات الصغيرة الحلوة اللي حصلت، لكن بطريقة التدوين الواحد بيرجع للحاجات دي من وقت للتاني وبتذكر. وبرضو في كل شهر حكتب كلمة واحدة تعبر عن الشهر. دروس 2024، كل شهر حكتب الدرس اللي تعلمته أو الدروس اللي تعلمتها عشان نهاية السنة أكون عارفة في كل شهر أنا تعلمت شنو. Monthly favorite، مش كل فترة كده الواحد بيعلق في حاجة كده وبتكون هي المفضلة عنده. بالضبط، الصفحة دي هتكون الحاجات المفضلة كل شهر، مشروبي المفضل، أكلتي المفضلة، فيلمي ومسلسلي المفضل، اليوتيوبر المفضل، النشاط والهواية المفضلة وكده يعني. achievements هي صفحة للإنجازات، كل ما أنجز حاجة حكتبها هنا. ونهاية العام أتمنى الصفحة دي تكون مليئة بالإنجازات المفرحة وسعيدة. اكتب لي في الكومنت عايزين تنجزوا شنو قبل ما السنة دي تنتهي. الحدود، كان مفروض في اول الصفحات اكتب الحدود لسنة 2024، بس ما مشكلة. الحدود هي شنو؟ الحدود بتنقسم لنوعين، حدود مع نفسي وحدود مع الاخرين. ده مثال يعني، حدودي مع نفسي اني مثلا ما عايزة ابدا حاجة واقطع، حدودي مع الاخرين مثال يعني ما عايزة أتكلم عن علاقاتي، أو مثلا ما عايزة أقطع أو أتكلم بالغيب عن أي شخص وكده. بالطريقة دي بتتكتب الحدود. وأخيرا البلانر خلص، هخليكم مع جولة في البلانر عشان لو عايزين تقتبسوا أفكار. حبيت أعمل فاصل كتاب من شريط تزيين الهدايا عشان يسهل علي الوصول للصفحات. في آخر صفحة هلصق الشريط بجلوستيك وعشان أتأكد إنه ثابت لصقته بغير أبيض، وبرضو لصقت فوقه مواشي تيب. الفكرة في راسي كانت أحلى من كده، بس ما أعرف الحصر شنو. المهم قمت لصقت الصفحة الأخيرة مع الغلاف عشان أتأكد إنه ثابت. لو الشريط مستخدم وحسيتوه يعني مكرفس، ممكن بالمقص تخلوه يبقى ستريت زي ما شايفين في الفيديو. في نهاية الشريط قصيته على شكل مثلث وبس كده دان. للتخطيط الشهري هستخدم دفتر تاني غير الأول. الأول هخليه للجورنال، ومن فترة لفترة هنزل لكم فيديوهات عن الجورنال وكده. الغلاف حالته صعبة شديد، هخليه كده طبعا. لا، عشان الصفحة الأولى بتتشرط وبتحترق سريع، لصقتها مع الغلاف وكتبته في ورقة بيضة الكاليندر بتاع السنة. ممكن تصوروه لو عايزين، هنزلوا لكم PDF في قناتي على التليجرام، الرابط هتلقوه في صندوق الوصف. بعد ما لصقت الورق وزبطته هلصقه بجلو ستيك، وحبيت اكتب الكود ده عشان يذكرني دايما انه كل يوم هو فرصة لبداية جديدة. بكل بداية شهر رسمت رسمة وحالوينة معاكم. شهر 1 و2 و3 هما الربع الأول من السنة. كتبت تحت الربع الأول وكلمة الشهر. كل شهر حكتب كلمة واحدة تعبر عن الشهر كله أو حاجة أنا عايزة أركز عليها في الشهر. مثلا كلمة الشهر لشهر يناير هي عادات، لأنه في كذا عادة عايزة أدخلهم حياتي وأستمر عليهم. في الصفحة اللي بعدها أهداف الشهر هو must to do، أو يعني هي الحاجات المستعجلة أو اللازم أعملها في الشهر ده. habits هي العادات اللي عايزة أستمر عليها الشهر ده، أو العادات اللي عايزة أراغبها. وتحديات، كل شهر خصصت مكانين للعادات ومكانين للتحديات. وحكتب برضو الكتب اللي عايزة أقراها في الشهر ده.
بالإضافة للأتشيفمنتس بعد ما يخلص الشهر حكتب أنا أنجزت فيه وشنو، حتى لو كانت إنجازات صغيرة. حجهز وأخطط لشهر واحد بس، باقي شهور حخليها فاضي عشان كل شهر بيختلف. مرات بخطط بالأسبوع، مرات بالشهر، مرات كل 10 أيام. لو عايزين تعرفوا طريقة التخطيط بتاعة 10 أيام هخلي لكم الفيديو في الآي أو في صندوق الوصف. برضو في الشهر ده هخطط بالأسبوع، كل أسبوع براه. بعدها habit and challenge tracker، متتبع للعادات والتحديات. كتبت أيام الشهر في ورق بتاع دفتر مربعات أو كراس رياضيات يعني، ولصقتهم. brain dump، دي صفحة عشان أكتب فيها كل الأفكار اللي بتجيني خلال الشهر. month evaluation، في نهاية كل شهر هخلي صفحتين عشان أقيم فيهم الشهر وأكتب الحاجات اللي أنا قصرت فيها وأعمل شنو عشان أتحسن الشهر الجاي. واتبعت نفس النظام ده في كل الشهور. الصفحة الأولى فيها رسمة للشهر، بعدها كلمة الشهر، الأهداف، لستة الحاجات المستعجلة، العادات، التحديات، الكتب، وبعدين الإنجازات لحد ما خلصت كل الشهور. وبكده تكون انتهت حلقتنا لليوم. أتمنى تكونوا استمتعتوا واستلهمتوا أفكار عشان تخططوا وتنجزوا. لما تختاروا أهدافكم اختاروا الأهداف المهمة لكم اللي بتخليكم تنجزوا وتتغيروا وتتحسنوا. الحلقة الجاية هتكون الحلقة الأخيرة في سلسلة العام الجديد، هتكون عبارة عن فلوج 3 أيام بدون إنترنت. ما تنسوا تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا جرس الإشعارات عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديدة. أشوفكم الحلقة الجاية وإلى اللقاء. ماذا يعيش السمك في الماء؟ ولماذا تثنين قبل الثلاثاء؟ لماذا نحن هنا؟ سؤال صعب، سؤال صعب، سؤال يراودني.